بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين وبعد. حلقة جديدة من الأمثال في الحديث النبوي، وهذا حديث مشهور عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعله الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا في كتابه المشهور الأربعين النووية التي عليها مدار الإسلام، والتي جمعت من الأحاديث النبوية التي أكثر أفعال الشريعة وأكثر أعمال الدين تجتمع في هذه الأحاديث، منها هذا الحديث الذي معنا اليوم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذا سبحان الله قاعدة شاملة كبيرة تشمل أشياء كثيرة وتشمل أمور عديدة، وهو من حسن إسلام الإنسان أن يترك ما لا يعني، ألا يتدخل في شؤون الآخرين، وألا يدخل كما يقال عندنا بالعامية في كل صغيرة وكبيرة، ويدخل بشيء لا يخصه، وهذا من الأخلاق والأدب، بل هو واجب عليه أنه إذا هناك شيء لم يدخلك هذا الإنسان في مشاكله، في أموره الحياتية، في أموره الدينية، لا أنت تسعى إلى التدخل. ما دام لم يطلب منك لا تسعى، ما دام أنه لا يهمك هذا الأمر كثيرا، لا يقلل من قيمتك، لا يسبب لك أذى، لماذا تتدخل؟ فأترك هذا التدخل. قد يكون تدخلك أيضا له عاقبة، أن يكون يرجع عليك بالسوء، يرجع عليك بالأذى. فلذلك من حسن إسلامك، من حسن إيمانك، من حسن دينك، أن الأشياء التي لا يكون لك فيها يد لا تتدخل فيها إلا إذا طلب منك، وهذا يسبب الإنسان الراحة، لأن بعض الناس يدخل على نفسه هموم ويدخل على نفسه مشاكل. ليش؟ قال والله أنا مصلح اجتماعي، كل ما أسمع مشكلة أروح لها أصلح حق هذا وأدخل في هذا الموضوع وأتكلم في هذا الموضوع، وإذا كان في مشكلة سياسية أنا تتكلم فيها، وإذا كان في هناك مشكلة اقتصادية، وإذا هناك مشكلة طبية. من الذي قال لك ذلك؟ ومن قال لك أنك لازم أنك تتدخل في كل موضوع وتتكلم في كل موضوع وتنصح في كل موضوع؟ ما حد قال لك هذا، وهذا ليس من حسن إسلامك، خاصة إذا هذا الأمر ليس لك فيه لا يد، لا من قريب ولا من بعيد، لا ناقة ولا جمل كما يقال. فهنا إذا كان هذا الأمر كذلك فاترك التدخل في شؤون الآخرين. وبعض الناس أيضا يتأذى، يقول لك أنت إذا كلمتني أو تدخلت في هذه الأمور أنت تدخلت في خصوصياتي، في شؤوني الخاصة، فلماذا أنت تدخل في شؤوني الخاصة؟ اترك هذه الأمور لي أنا أحلها، أنا أجيب أحد يحلها. كذلك الأسئلة، بعض الناس يسأل أسئلة ما لها داعي، يعني هناك أسئلة مستقيمة، يعني يسأل إنسان عن حاله إذا جلس معه، يسأل عن مثلا عن صحته، إذا هو بادرك بالحديث بادرة، لكن تسأل عن أشياء خاصة مثلا يعني هو أخفاها عنك، تسأله مثلا شلونك مع أهلك وهو ما يريد أنك تتدخل في هذا الأمر، أو سمع أنك شريت بيت مثلا، بكم شريت هذا البيت وبالضبط كم دفعت في هذا البيت؟ هو ما يبي يبين لك هذا المبلغ، فأنت لماذا تسأل؟ هو قال لك أني شرى بيت لكن أنت تماديت معه، فدخلت بسعر البيت، من اللي شاركك في البيت، من اللي دفع وياك؟ زين، هذه أسئلة خاصة، أمور خصوصية. فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. أو مثلا إنسان مثلا كان يعالج مثلا مريض أو غيره، فيذهب يسألك وين رحت عالجت وليش عالجت وشنو فيك بالضبط، ومن هالأمور هذه اللي يتحرج الإنسان أن يتكلم فيها.
وقد أيضا يرد عليك جواب أنت لا تحب أن تسمعه منه. فلماذا أن تحصل منك هذه الأمور وتتدخل في شيء ما لا يعنيه وما لا يعنيك؟ ولذلك قيل يعني من تدخل في شيء ما لا يعنيه لقي شيء ما لا يرضيه. من تدخل في شيء ما لا يعنيه لقي شيئا ما لا يرضيه. ولذلك من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا هذا الحديث سبحان الله أصبح عليه مدار الإسلام، أصبح هذا الحديث يدور عليه الإسلام كاملا، ومثله مثل الحديث الأخرى التي جمعها الإمام النووي في الأربعين النووية وبين فيها فضائل كثيرة وأمور عديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق. سنذهب إلى فاصل ونعود ونستكمل معكم بقية الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد حياكم الله، عدنا إليكم. أيضا هناك حديث رواه البخاري ومسلم ورواه الإمام أحمد من طرق كثيرة ومن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولكن جاء حديث بلفظ طويل وفي قصة من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهو الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، إيش قصة هذا المثل وهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم؟ وهو أن امرأة تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، يعني زوجي متزوج زوجة علي ثانية، وإذا جلست مع هذه الزوجة الثانية هل يجوز لي أن أتشبع من زوجي بما ليس فيه؟ يعني أقول لها أن سوالي وداني وشرالي وعطاني وهو ما حصل، بس أريد أن يعني أثير حفيظتها، أثير غيرتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا المثل لمثل هذه الأمور ولغيره. الإنسان اللي يسوي نفسه مثلا غني هو فقير، يسوي نفسه مثلا صاحب علم وهو ما عنده علم، يتشبه بالأغنياء وهو فقير، يتشبه بالأصحاب المناصب وهو ما عنده منصب، بس يرسم هذا الدور، يفعل هذا الدور، فهذا مذموم. وهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمزور، قال كلابس ثوبي زور، يعني كأن لابس إزار ورداء، مثل ثياب الحج، ها، إزار وثياب العمرة، إزار ورداء، لابس ثوبين وهذين الثوبين زور. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعل هذه الأمور، الذي يتشبه بالأغنياء وهو فقير، يسوي نفسه وصل إلى درجة عالية في العلم وهو ما وصل إلى هذه الدرجة، يسوي نفسه أن عنده منصب وهو ما عنده هذا المنصب، يتكبر على الناس، يترفع عنهم، هذا متشبع بما لم يعطى. يعني يسوي نفسه أنه وصل إلى هذا الأمر وهو ما عنده، ما أعطي هذا الأمر، كلابس ثوبي زور. الله أكبر، كلابس ثوبين، مو ثوب واحد بعد، ثوبين زور. فلينتبه الإنسان بأنه يكون مثل هذا الوصف الخطير الذي يزور للناس، يري الناس أنه مثلا من عائلة كبيرة، من عائلة مرموقة، وهو من عائلة عادية، إنسان عادي من متوسط الحال أو من أقل من متوسط الحال، لكن يبين للناس أنه من كبار القوم ومن مثلا الرؤساء أو الأمراء أو غيره من هذه الأمور، وهو إنسان عادي. ليش؟ لأنه جاءه شيء في صدره، وهذا ما يحصل إلا تجد الإنسان هذا فيه نقص أصلا، يعني في نقص ويريد أن يصل إلى هذا الأمر فما استطاع، حاول اجتهد ما استطاع، فوصله بلسانه بطريقته بشكله بحاله، فعل شيء يعني تزويرا خطأ، يعني قل ما تريد أن تسميه تأويلا، ولكنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، لابد أن يعود إلى طبيعته
وإلى حالته الطبيعية التي قد كتبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا كثير من الناس حينما ينظر إلى غيره ممن رفعه الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا فإنه يتمنى أن يصل إليه، لكن لا يسعى لذلك، فيزدري نعمة الله سبحانه وتعالى وهو باجتهاده ما يستطيع أن يصل إلى ذلك، فيصل إلى ذلك بالتزوير وبالحيلة وبالخديعة. ولذلك أن تنظر إلى من هو أسفل منك حتى لا تزدري تنقص وتستنقص نعمة الله سبحانه وتعالى، وإنما تنظر إلى من هو أعلى منك في أمور الدين. في أمور الدين انظر إلى من هو أعلى منك، هذا حفظ القرآن، هذا مثلا يحج كل سنة، هذا يعتمر كل سنة، سو مثله، يقرأ يختم القرآن كل شهر، سو مثله، هذا اللي تقتدي فيه. أما الذي في الدنيا ما هو مطلوب منك، إن استطعت وكان أمر مباح ومستحب لا بس، إن كان أمرا مكروها أو محرما لا تغلده في هذه الأمور، وهذا ليس مطلوبا منك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الأمور كلها وأن يصحح النيات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.